حلقة جديدة من زوايا الحدث، أهلا بكم. ونسلط الضوء فيها على الدوري العماني في الأزمة اليمنية على ضوء تصريحات محافظ مارب عن إحباط شحنة أسلحة كانت في طريقها لميليشيا الحوثي عبر عمان. إذن من جديد تتجه الأنظار نحو الدوري العماني في الأزمة اليمنية بعد قرابة عامين من عمر الأزمة الراهنة، وهذه المرة على وقع حديث محافظ مارب عن إحباط محاولة تهريب أسلحة للميليشيا كانت في طريقها إلى صنعاء وعلى متن شاحنات تحمل لوحات عمانية. خلال العامين اللذين مرا كانت مسقط تلعب فيها دور الوسيط، وسادت هذه الصورة طويلا عن الدوري العماني، إلا أن تكرار دخول شاحنات الأسلحة وأجهزة الاتصالات العسكرية المرسلة للميليشيا عبر عمان واتخاذ الميليشيا من مسقط مقرا ثانيا لتحركاتهم السياسية جعل الأنظار تلتفت إلى الناحية الأخرى من هذا الدور الذي تقوم به مسقط، فيما يشير البعض إلى أن هذا الدور يأتي متسقا مع السياسة العمانية التي تتميز بعلاقات جيدة مع إيران، وهو ما يجعل هذه العلاقة الجيدة تنسحب أيضا على منتجات طهران وحلفائها في المنطقة، والذين في الغالب ليسوا أكثر من ميليشيات كما هو الحال مع ميليشيا الحوثي. الدور العماني في الأزمة اليمنية سيكون محور نقاشنا هذا المساء، ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير للزميل كمال حيدر. شحنة أخرى من السلاح القادم عبر عمان لميليشيا الحوثي والمخلوع تفتح الباب واسعا للتساؤل عن حقيقة الدور العماني في الأزمة اليمنية. محافظ مأرب سلطان العرادة أكد في تصريحات صحفية أن السلطات الأمنية في مأرب تمكنت الشهر الماضي من إحباط محاولة تهريب أسلحة ومتفجرات قادمة من حضرموت في طريقها إلى صنعاء عبر شاحنات تحمل لوحات عمانية. وعلى الرغم من إشارة العرادة إلى أنه لم يتم التأكد من علاقة سلطنة عمان بهذه الشحنة، إلا أن توالي دخول هذه الشحنات عبر عمان يجعل من علامات الاستفهام القائمة حول الدور العماني في الأزمة اليمنية تكبر، وهي التي بقيت بلا إجابات منذ عامين. كانت هذه قناعاتنا أنه لا داعي للتصرف بوسائل أخرى حتى نستكمل ونستنفذ المسار التفاوض والدعم السياسي والدبلوماسي في اليمن. هذا طبعا موقفنا ما زال قائم على هذا. سلطنة عمان التي اختارت الحيادة في الأزمة اليمنية ولم تشارك في التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن والمكون أساسا من دول مجلس التعاون الخليجي يبدو موقفها في كثير من المحطات وقد تجاوز هذه الوضعية مع تحول مسقط إلى مقر ثاني لسلطات الانقلاب يديرون من خلالها علاقاتهم وتحركاتهم السياسية. خلال عامين من عمر الأزمة اليمنية احتفظت مسقط بعلاقات قوية مع ميليشيا الحوثي، وعبرها كان الحوثيون يجدون نافذة للتواصل مع واشنطن والتي كانت البداية عبر البوابة الإنسانية مع وساطة عمانية لإطلاق سراح أحد الأمريكيين الذين اختطفتهم الميليشيا، لتتطور العلاقة إلى عقد لقاءات منفردة برعاية عمانية، وكل ذلك تحت لافتة الدور المتوازن لسلطنة عمان والبحث عن حل سياسي للأزمة اليمنية. أما في التفاصيل فإن جولة في الصحافة العمانية وتغطيتها للأزمة اليمنية وخصوصا عمليات التحالف العربي تكشف أن الموقف العماني يبتعد كل يوم أكثر من ذي قبل عن الإجماع العربي حيال الحرب في اليمن، ويشير هذا كله إلى أن حياد عمان في الملف اليمني ليس أكثر من نافذة تحصل من خلالها الميليشيا على الكثير من احتياجاتها العسكرية والسياسية. نبدأ مناقشة موضوع هذه الحلقة من زوايا الحدث مع الباحث والمحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع، ينضم إلينا من عمان. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. أهلا بكم أستاذ عبد الناصر. توالي دخول شحنات الأسلحة القادمة من إيران للحوثيين عبر عمان، إلى ما يشير ذلك بالنسبة للموقف العماني الذي يقال أنه محايد من الأزمة اليمنية؟ أولاً كل عام وأنتم بخير. أولاً لا يمكن القول بأن هناك بشكل رسمي شحنات قادمة من عمان، حتى الآن ليس هناك ما يؤكد بأنها شحنات مرت عن طريق عمان أو أن الحكومة العمانية موافقة عليها. هناك تصريح رسمي أستاذ عبد الناصر، هناك تصريح رسمي على لسان محافظ مارب سلطان عرادة يقول بأنها تحمل لوحات عمانية، ولكن ليس هناك من اتهام حتى من قبل الحكومة اليمنية، ليس هناك من اتهام رسمي.
للسلطات العمانية بأنها سمحت أو أنها تسمح بمرور الأسلحة. وفي كل الأحوال طبعا العلاقة بين عمان والحوثيين هي علاقة قوية، ولعبت عمان دور كبير في الوساطة بين في قبل دخول الحوثيين إلى صنعاء. كانت عمان هي مقر الاجتماعات الرسمية اليمنية مع الإيرانيين، حدث اجتماع أكثر من اجتماع. بعدها أيضا كانت عمان هي تقوم بدور الوسيط ونقل الرسائل بين الحكومة اليمنية والحوثيين وإيران. بعد الحرب أصبحت عمان هي المكان أو الملجأ للقادة ومنطلق القادة الحوثيين وأنصار الرئيس السابق صالح، يتحركون منها وإليها ومن خلالها إلى اليمن. هناك أيضا اتهامات أو أخبار تتحدث عن أن عبر عمان يتم تحرك القادة الممنوعين أو القادة الحوثيين الذين هم في حالة ربما لا يستطيعون يسافروا عبر الطرق أخرى. أيضا يتم الحديث عن أن جزء من الأموال تهرب من عمان إلى الحوثيين. ففي كل الأحوال دور عمان مختلف تماما عن دور دول مجلس التعاون. وهذا بالنسبة لك أستاذ عبد الناصر، كيف تقيم الدور العماني من الأزمة اليمنية، وهل هناك تبدل في الموقف العماني مما يحدث في اليمن؟ ليس هناك تبدل، هناك يمكن نقول تطوير الموقف عماني سابق. عمان في البداية ربما كانت هي أقرب إلى المحايد، لكنها يبدو الآن أنها أقرب إلى الحوثيين وصالح وإلى إيران بشكل عام، منها إلى الطرف الآخر، بمعنى أن صفة الحياد لم تعد لا يمكن وصفها الآن للسلوك عمان. ما هي المؤشرات التي جعلتك تقرأ هذه القراءة أنها ربما الآن أصبحت أقرب إلى ميليشيا الحوثي والمخلوع ربما إلى إيران؟ كونها توفر أولا المكان والمنطلق لهذه الجماعات، أيضا الدور الذي تقوم به من خلال أنها تحتضن المحادثات الخاصة بالحوثيين وتقوم بدور الوسيط لهم مع الأطراف الدولية الأخرى. كل هذه تشير إلى أنهم أصبحوا أقرب، ولكن كما نعرف عمان بشكل عام سياستها الخارجية سياسة حذرة جدا، سياسة غير معلنة تفاصيلها، هي تحب أن تعمل في السر، وفي نفس الوقت أيضا لا تحب أن تتخذ مواقف كما يتخذها المحيط الإقليمي. نعرف منذ السبعينات عندما عمان لم تشترك في مقاطعة مصر في بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد خلال الحرب العراقية الإيرانية، لم تتخذ مواقف من إيران مثل ما هي بقية دول الخليج. حتى في حرب الخليج الثانية بعد غزو العراق للكويت لم تتخذ مواقف، وظلت لها علاقة، لم تقطع علاقتها بالعراق. هذه المواقف العمانية هي سياسة خارجية لها نمط خاص، ولكن في الأزمة اليمنية وفيما يخص الشأن اليمني، الشأن اليمني بالنسبة لعمان هو شأن أمن قومي بالنسبة لعمان، مثل ما هي اليمن أمن قومي بالنسبة للسعودية. نتوقف عند هذه النقطة أستاذ عبد الناصر، عند نقطة أن الشأن اليمني ربما يمثل مسألة أمن قومي لعمان، وسأعود لك في هذه الحلقة لنتناقش أيضا في موضوع خلفية العلاقة بين الحوثيين والعمانيين. لكن ينضم إلينا الآن من مسقط رئيس جمعية الصحفيين العمانيين الصحفي عوض باقوير. أهلا بك أستاذ عوض. أستاذ عوض، أكثر من شحنة سلاح يقال أنها قادمة من عمان لدعم ميليشيا الحوثي، هذه المرة جاء تصريح على لسان محافظ مأرب سلطان العرادة أن هذه الشحنة كانت تحمل، هي لشاحنات تحمل لوحات عمانية. كيف يمكن لنا فهم هذا الأمر خصوصا مع تكرار حدوث الأمر أكثر من مرة؟ يعني هناك تصريحات تتحدث عن تهريب أسلحة ما تحمل هذه اللوحات يعني. أستاذ عوض،
السؤال هو يعني نناقش اليوم الدور العماني في الأزمة اليمنية بناء على ما طرح اليوم من أخبار نشرت على لسان محافظ مارب سلطان العرادة، يتحدث عن أن شحنة سلاح كانت قادمة من عمان تم ضبطها، وجاءت هذه الشحنة على شاحنة تحمل لوحات عمانية، وهناك حديث أكثر من مرة عن شحنة أسلحة تصل من عمان لدعم ميليشيا الحوثي. كيف يمكن فهم هذه التطورات وهذه يعني الأحداث، موضوع تهريب الأسلحة عن طريق عمان للحوثيين؟ أولا لابد أن أوضح بأنه عمان، سلطنة عمان هي دائما محايدة في كل القضايا التي دائما تكون طرف تحاول من خلالها لإيجاد حلول لكثير من الأزمات الإقليمية العربية وغير العربية. هذا تقارير نحن نسمعها هذا غير صحيح. عمان دائما تلتزم بالقوانين الدولية وبالمعايير المهنية، ولا أعتقد أن هذا كلام صحيح. عمان منذ بدأت الأزمة اليمنية وهي تحاول مع كل الأطراف اليمنية سواء الحكومة الشرعية أو الحوثيين وأيضا المؤتمر الشعبي في إيجاد حل، لأنه كل ما حدث في اليمن الآن هو الخاطر الأكبر فيها هو الشعب اليمني ومقدرات هذا الشعب اليمني. واليمن هي ديارة لعمان، وعمان دائما تحاول أن تجنب اليمن الكثير من المشاكل، وبالدليل أنها لم تشترك في هذه الحرب، وإنما تكون وسيط نزيه لإيجاد حل حقيقي لتجنيب المزيد من الدمار لليمن وشعبها. لم تشترك في الحرب، لكن ماذا عن الاتهامات بشأن أن ربما عمان دولة يعني دائما منذ يعني بدايتها عمان دائما تلتزم بالمواثيق ولا تسمح بمثل هذه الأمور، الأسلحة وهي الأسلحة. عمان دولة يعني ذات سيادة ولديها نظام قانوني موجود، أي تهريب أو ما يشابه ذلك سوف يتم مصادرته. ولكن هناك كما نعلم في اليمن الآن هناك تجاذبات سياسية وإشكالات بين الحوثيين وبين الحكومة الشرعية، وكل الاتهامات تصل. ولكن نحن في عمان منذ الأزمة ونحن لازلنا وحتى الآن نحاول مع كل الأطراف اليمنية أن نجد حل يجنب اليمن المزيد من انهيار الدماء وتدمير البنية التحتية في اليمن الشقيق. وبالتالي نحن لابد عمان تركز الآن على ما يتعلق بإيجاد حل سياسي بعيدا عن مثل هذه الاتهامات هنا وهناك. طيب فيما يخص شحنة الأسلحة، هو الاتهام أن هذه الشحنة تمر من خلال المنافذ العمانية وليس هناك اتهام رسمي ومباشر لعمان، فبالتالي ما الذي فعلته سلطنة عمان؟ عمان لا تسمح بأي أسلحة سواء من هنا أو هناك، قاعدة ثابتة تأكد من هذا الكلام. عمان لا تسمح بأن تكون هناك أسلحة، عمان هي محايدة في الحرب، كيف تسمح بأسلحة من هنا أو هناك؟ عمان تحاول أن تطفي هذا اللهيب، هذا النار التي اشتعلت في اليمن وحقيقة سببت كوارث كبيرة لهذا البلد الشقيق، يحتاج لعشرات السنين حتى يستطيع أن يعني يقوم على رجليه من جديد. وبالتالي عمان مصلحتها الأساسية استقرار اليمن واستقرار الشعب اليمني وإنهاء هذا الحريق. ننتقل لنقطة أخرى قبل عودة الأستاذ عبد الناصر المودع. أستاذ عوض، بعض المحللين اليوم الخبراء يرون أن هناك تبدل في الموقف العماني من الأزمة اليمنية وأنها لم تعد تقف على الحياد، ربما هي اليوم أقرب إلى ميليشيا الحوثي والمخلوع ومن خلفهم يعني إيران، وهذه وجهة النظر كانت قبل قليل من خلال الأستاذ عبد الناصر المودع. عمان على مسافة واحدة من الأطراف، بل أن استقبلت الرئيس اليمني عندما خرج من عدن إلى السلطنة، وبالعكس يعني عمان نحن مع الشرعية دائما، الشرعية اليمنية الحكومة الشرعية تعتبر المتحدة، ولكن عمان من خلال دورها الحيادي تحاول قدر الإمكان أن تكون القناة الوحيدة اللي يستطيع من خلال اليمنيون الحوار سواء في مسقط أو في أي مكان آخر، وتدعم الجهود الأمم المتحدة، وكان هناك أكثر من اجتماع في مسقط وفي غير مسقط وفي الكويت لمعالجة هذه الأزمة المعقدة، حتى يعني هدف عمان هو إنهاء الصراع، يعني هذا هو هدف الحكومة العمانية، ليس لأنها مصلحة في أي إشكالات أو بالعكس يعني. طيب اعود الى الاستاذ عبد الناصر المودع. استاذ عوض اتمنى ان تبقى معنا في هذه الحلقه، اعود مره اخرى للاستاذ عبد الناصر المودع من عمان. استاذ عبد الناصر، يقول ضيفنا من عمان الاستاذ عوض باقوير ان هدف عمان ربما انهاء الصراع في اليمن، هل عمان قادره على ان تلعب دور ينهي فعلا الازمه، ان تقرب بين الاطراف اليمنيه؟ اولا احب اعقب على ما ذكره الاستاذ عوض، انه انا مع الراي القائل بان عمان
لا يمكن رسميا أن تتورط وتسمح بمرور أسلحة إلى الحوثيين عبر أراضيها. يبدو هذا أمر مستبعد. نعرف السياسة العمانية حذرة جدا، ولا أعتقد بأنها ستصل إلى حد أنها تسمح بإيصال أسلحة لطرف يقاتل حلفائها الطبيعيين وهم دول مجلس التعاون وتحديدا السعودية. لهذا أنا لا أميل بأن هناك موافقة رسمية عمانية لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين. هذا من الناحية، ليس لدي معلومات تؤكد أو تنفي، ولكن التحليل السياسي يقول ذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى، صحيح أن عمان تشكل الآن أحد القنوات المهمة، لأنه لو افترضنا أنها لم يعد هناك قناة توصل بين الطرفي الصراع فإننا سنفقد هذه القناة، وعمان حاليا تشكل هذه القناة، وهذه قناة من الناحية النظرية على الأقل إيجابية، لأنها تشكل نقطة يستطيع الأطراف جميعها أن يلتقوا فيها، خاصة وأن دول المنطقة كلها تقريبا لديها مواقف حدائية من الحوثيين والرئيس السابق صالح. ولهذا عمان يمكن أن تساهم في السلام، ولكن تظل أيضا قدرات عمان الفعلية في التوصل إلى السلام محدودة جدا، لأن أطراف الصراع لديها الأطراف الصراع هي كثيرة ومتعددة، وهناك أجندات كثيرة ليس بإمكان عمان أن توفق بين هذه الأجندات. أكثر ما يمكن لعمان أن تقدمه هو أن تكون حلقة وصل بين الأطراف المتصارعة كلها. هناك حديث بأن عمان ربما تشارك في اجتماع قادم ربما يعقد في المنطقة في نهاية هذا الشهر، ربما يحضره وزير الخارجية الأمريكي، أو ربما يعقد هذا الاجتماع في نيويورك. حتى الآن ليس واضحا أين سيعقد هذا الاجتماع، ولكن هناك حديث بأنه سيعقد هذا الاجتماع لبرولة المبادرة التي قيل في البداية أنها مبادرة أمريكية، ولكن حتى الآن هذه المبادرة يبدو أنها لا زالت لم تتبلور بشكل كامل. فعمان لديها إمكانيات كبيرة لأن تكون عامل مهم وعامل إيجابي في الصراع، أيضا تستطيع أن تكون عامل سلبي، ولكن حتى الآن أقولها أنا كمحلل متابع أن دور عمان مهم ومفيد، لأننا نسعى كلنا إلى إيجاد حل سلمي للصراع في اليمن، والحل السلمي لا يمكن أن يتم إلا عبر وجود أطراف مساعدة وأطراف مقبولة لدى المتصارعين، وعمان هي حتى الآن طرف مقبول على الأقل من معظم المتصارعين في اليمن. أشكرك جزيلا أستاذ عبد الناصر المودع الكاتب المحلل السياسي، كنت معنا من عمان في الأردن، وأعود مرة أخرى لضيفنا من عمان الأستاذ عوض باقوير. أستاذ عوض، تقول أن عمان تقف في الحيادة وعلى مسافة واحدة من الأطراف المتصارعة في اليمن، هناك من ينظر بشكل أوسع ربما إلى الموقف العماني من الأزمة اليمنية من خلال الأطراف الإقليمية أنها ربما هي بعيدة الآن عن الموقف العربي والخليجي وقريبة من إيران، كيف يمكن الرد على هذه المزاعم وعلى هذه الرؤية للبعض؟ لا طبعا هذا شيء نسمعها كثيرا يعني، لكن كما تعلمون عمان هي عضو وصير في مجلس التعاون الخليجي ودول مجلس التعاون دول متماسكه وعلاقات اقتصاديه وعلاقات سياسيه كبيره. طبعا هذه الازمه اليمنيه هي ازمه طارئه، وكما تعلمون بانه السلطنه من مصلحتها الاستراتيجيه ان تنتهي هذه الازمه، لانه كما نعلم اليمن جاره لعمان على حدودها الغربيه، وبالتالي اي اشكالات في اليمن طبعا تؤثر على السلطنه، وبالتالي عمان مصلحتها السياسية أن تنهي هذا الأمر. فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران، لا شك أن عمان وإيران لها علاقات تاريخية قديمة من سنوات طويلة يعني، ودول الخليج أيضا لها علاقات قوية اقتصادية، كل الدول الخليج لديها علاقات اقتصادية قوية مع إيران، ربما إذا استثنينا المملكة العربية السعودية. وعمان تحاول حتى إيجاد حوار بين إيران ودول مجلس التعاون، لأنه الكل يعني يعيش على ضفة واحدة في هذا الخليج، وبالتالي من مصلحة الأمن القومي الخليجي وأيضا إيران أن يكون هناك حوار بين هذه الدول، لأنه
أنت لا تستطيع أن تختار جارك الجغرافي يعني. وبالتالي عمان تؤمن بأنه لابد من إيجاد منظومة أمنية سلام بين هذه الدول، وبالتالي يعني عمان ليست خارج السرب كما دائما، بالعكس عمان دولة من الدول الرائدة في حل كثير من القضايا الإقليمية. ربما يكون الملف النووي الإيراني كان واحد من أعقد وأصعب الملفات التي كانت تؤدي بحروب شديدة في منطقة الخليج، ولا شك أنه السلطنة ودول المجلس التعاون على تواصل دائم، وهناك علاقات وثيقة سواء مع السعودية ومع بقية دول المجلس التعاون. هناك من يرى أن هناك حالة فتور في عالم مصالح يعني. تصف علاقة عمان بدول مجلس التعاون الخليجي بأنها متماسكة، لكن هناك من يرى أن هناك حالة فتور ربما في العلاقة بين عمان وتحديدا المملكة العربية السعودية حاليا بسبب الحوثيين. أبدا، بالعكس، المملكة العربية السعودية وعمان ربما من أقوى العلاقات، ربما يكون ليس يعني، ولكن نحن نعلم باعتبارنا مراقبين الشأن العماني ومعاملة المجلس التعاون، هي في أقوى علاقات الآن بين الرياض ومسقط، وهناك تواصل ورسائل ومبعوثين. هذه يعني قضايا، المملكة العربية السعودية هي دولة مهمة جدا في المنطقة والشرق الأوسط، وسلطنة عمان تحترم كثيرا الموقف السعودي ودول الخليج كلها في منطقة واحدة، وبالتالي هذه الأزمة اليمنية طائرة وسوف تحل، وتبقى العلاقات الأشقاء في النهاية هي الأساس لإيجاد أرضية سياسية مشتركة. ستبقى معنا أستاذ عوض، ينضم إلينا من الرياض الكاتب السعودي سليمان العقيلي. أهلا بك أستاذ سليمان. أهلا، مساء الخير وحياك الله وضيوفك الكرام ومشاهديكم الكرام. أستاذ سليمان، خلال عامين من عمر الأزمة اليمنية، عمان تقول أنها تقف في الحياد من الأزمة اليمنية، وهناك من يرى أنها ابتعدت كثيرا عن الموقف الخليجي الموحد وباتت اليوم أقرب إلى إيران. بالنسبة لك، كيف تقرأ الدور العماني في الأزمة اليمنية؟ ونحن اليوم نناقش هذا الدور بناء على الخبر الذي نشر على لسان محافظ مأرب عن ضبط شحنة أسلحة كانت ربما في طريقها من عمان على شاحنات تحمل لوحات عمانية. لا، هو في الواقع أن عمان يعني وجهت لها أصابع الاتهام خلال المراحل الماضية، علق الاتهامات المحللين والكتاب الخليجيين، ولكن في النطاق الرسمي بقى الاحترام المتبادل بين الحكومات الخليجية والسلطنة، وهناك تفهم في الواقع متبادل بين السلطنة وبين أشقائها في دول المجلس. يعني في الواقع لا بد أن نحلل أنه إنه إنه السلطنة لم تعرقل أي قرار لمجلس التعاون، ولم يعني تثير أي غبار على أي سياسة خليجية تجاه صحيح أنها لم تشارك في التحالف العربي، ولكنها في واقع الأمر يعني أيدت جميع القرارات التي أصدرها مجلس التعاون بشأن اليمن وكذلك ضد إيران. ويمكنني في الواقع أن أتفهم أيضا الموقع أو الجيوسياسي للسلطنة، حيث تشاطئ إيران على مضيق مهم وهو مضيق هرمز الذي يعني تسعى إيران لتوظيفه في تهديد السلام العالمي، والسلطنة لها يعني مصلحة في يعني إبقاء علاقة مع طهران للحفاظ على أمن هذا المضيق، وبالتأكيد لها علاقات تاريخية من أيام الشاه. يعني نذكر أنه الجيش الإيراني ساعد السلطنة في قمع يعني ما سمي ثورة ظفار أو تمرد ظفار، وأنه يعني هناك يعني سياسة مستقلة للسلطنة في كافة القضايا العربية، وهي وأنا أسميها في الواقع دبلوماسية المخادنة، يعني المخادنة مع إيران ومع الجيران، وهذه دبلوماسية المخادنة تنجح أحيانا في يعني العبور بالسلام. هذه الدبلوماسية دول مجلس التعاون كيف تنظر لها وكيف تتعامل معها؟ أنا أعتقد أن دول مجلس التعاون تتفهم الموقف السياسي للسلطنة، لأنه في الواقع السلطنة لم توجه أي أذى للمواقف الخليجية أو المملكة العربية السعودية، ولم توجه انتقادات،
صحيح انه الاعلام في سلطنه عمان ابدا انحيازا كما انا تابعت يعني، ومتابعتي ليست قويه كما تابعت من خلال اعمده الراي، ابدا انحيازا للمحور الايراني في سوريا وفي العراق وكذلك نسبيا في اليمن، لكنه الدوله العمانيه يعني التزمت ما اسميها انا دبلوماسيه المخادنه مع الجميع يعني، والمخادنه غير الحياد. انا لا اعتقد انه دور السلطنه محايد يعني بالمفهوم السياسي، السلطنه ليست محايده، السلطنه تستضيف الوفد الحوثي وتوفر اتصالات امريكيه حوثيه، وهي يعني توفر اجهزه اتصال ونقل جوي للمتمردين الانقلابيين المتطرفين القابضين على السلطة بالقوة في صنعاء، ولا يمكن أنا شخصيا هذه نقطة مهمة أستاذ سليمان سأعود لمناقشتها معك، موضوع توفير النقل أو يعني للحوثيين من خلال مطارات عمان، وهي ربما ملمح عن وجود أزمة بين السعودية وعمان، لكن بعد أن أعود مرة أخرى للأستاذ عوض باقوير من عمان. أستاذ عوض، الحديث عن أزمة صامتة بين السعودية وعمان يرجعها البعض، وأن الملمح الأبرز فيها ربما عدم عودة وفد الحوثيين ومن يمثل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح حتى الآن إلى صنعاء وما زالوا في عمان، والمعروف أن الطائرات العمانية التي كانت تنقل هذا الوفد كانت متاحة لها الأجواء لتنقلهم دون التوقف في مطارات المملكة العربية السعودية. ألا يعتبر هذا دليل على وجود أزمة وعدم نجاح عمان في إقناع المملكة العربية السعودية حتى الآن بالسماح للحوثيين بالعودة من عمان من خلال الطائرات العمانية المتاحة أمامهم دائما؟ لا، فيما يتعلق بهذا الموضوع، هذا في تنسيق منذ فترة، هذه ليست المرة الأولى في تنسيق مع السعودية مع الاتحاد، أن يكون هناك تنسيق عندما يكون هناك وفد من الحوثيين أو من جماعة علي صالح أو حتى من الحكومة اليمنية، يكون هناك في تنسيق فيما يتعلق بالطيران، لأنه كما تعلم التحالف يسيطر على الأجواء اليمنية بشكل كامل يعني، وبالتالي أي طائرة يعني تريد أن تنزل في صنعاء. التحالف مسيطر على الأجواء من يعني مارس 2015 حتى الآن لم يتغير شيء، لماذا هذه المرة لم تستطع الطائرات العمانية أن تعود إلى مطار صنعاء؟ ما أنا ما أعرف ماذا يحدث، لكن هناك تنسيق، أنا كما أعلم هناك تنسيق دائما بين التحالف وبين السلطة فيما يتعلق به، وكما تعلمون أن أيضا وفد الأمم المتحدة كان هنا منذ فترة يعني، أيضا المبعوث الأمم المتحدة وكانت كل الأطراف اليمنية موجودة هنا. نحن كما نعلم أنه نريد أن نجد حل لهذا المصيبة اللي في اليمن يعني، هذا هو الحل الأساسي يعني. وأنا مضطر لمقاطعتك، شكرا لك أستاذ عوض باقوير، لم يعد لدي إلا دقيقة واحدة سأختم بها هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك واعذرني على المقاطعة الأستاذ عوض باقوير الصحفي كان معنا من عمان. دقيقة فقط أستاذ سليمان العقيلي، نتحدث فيها عن ربما ملامح أزمة صامتة بين السعودية وعمان، والدليل كما يرى البعض من المحللين هي عدم قدرة عمان حتى الآن على إعادة وفد الحوثيين وعلي عبد الله صالح إلى صنعاء من خلال الطائرات العمانية، كيف تنظر لهذا الطرح؟ فيما يتعلق بهذا الموضوع أنا أعتقد أنه ليس موجه للسلطنة، هو أداة من أدوات الضغط على الانقلابيين، وليس بواقع الأمر ضغط على السلطنة. أنا أعتقد أنه يوجد خط اتصال ساخن بين مسقط والرياض، ولا أعتقد أن الأفق مسدود في علاقات البلدين، يعني هناك يعني فهم للموقف السياسي، وإن كان أنه لا يوجد تفهم كامل، نستطيع أن نقول نصف تفهم للموقف العماني، ولذلك أنا أعتقد أنه دبلوماسية المعادرة أيضا أو العذر المتبادل بين البلدين، لأنه المملكة الآن لها ملاحظات حتى على أشقاء آخرين بالإقليم يعني لا يتسقون مع سياستها، ومع ذلك لم تتخذ منهم مواقف حادة. يعني الدبلوماسية السعودية في الواقع هي الآن دبلوماسية احتواء وليس منافرة وصراع، إلا مع من يحمل السلاح ضد الأمن القومي السعودي والقومي العربي. شكرا جزيلا لك أستاذ سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من المملكة العربية السعودية، وأيضا الشكر موصول لضيفنا من عمان عوض باقوير، وأيضا للأستاذ عبد الناصر المودع الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من عمان في الأردن. شكرا جزيلا لكم، غدا حلقة جديدة من زوايا الحدث وحدث جديد. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة كمال حيدر، في أمان الله.